أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للقول بخلق القرآن؟ ما بينهم فرق يذكر، ما بينهم فرق يذكر، إلا أنهم يقولون القرآن عبارة، ولكن يقولون القرآن حكاية عن كلام الله والمعنى واحد. نعم. إلا يقولون أن الحكاية لا بد أن المحكي، أن الحكاية تطابق المحكي، وأما إذا قيل عبارة ألا يلزم أنها تكون مطابقة؟ نعم. وكلا القولين باطل. نعم.